الشقة حضرت ظابط. افتح يا خليل. افتح ايدي تهيؤات. ما تحكي لي بنفسك وتقوم تفتح الباب. وانت بتعمل ايه هنا؟ ما تروح انت تفتح. مين؟ افتح الباب. بوليس. انت تعرف حد بالاسم في الاسم ده؟ يا نهار بوليس. يا نهار السوق جاي. ايه ده الناس ايه؟ انت زهرة؟ ايوه زهرة يا حضرة الضابط. ايوه انا زهرة. فين الاجزخانة اللي عندك هنا في البيت يا زهرة؟ اجزخانة ايه؟ الاجزخانة اللي بتبتعي فيها الادوية. الراجل ده كذاب وضلالي وفرحه في الجاي بيعاكسني ولسه مهزقاه دلوقتي قدام الخلق كلهم. ولا هزقتني ولا حاجة يا حضرة الضابط، وحضرتك ممكن تسأل الحي كله بيشتروا الادوية من عندها. لو سمحت يا دكتور انا مش عايز كلام كتير. ماشي زهرة، انا هسألك السؤال كمان مرة واخر مرة، فين الصيدلية اللي عندك هنا في البيت؟ بدل ما نفتش البيت ونبهدله وبرضه هنجيبها. انا عندي الصيدليه بتاعت امي، وهم والله العظيم كام علبه كده عشان خاطر علاجها. كويس قوي، ممكن نشوفها ولا في مانع؟ تحت امرك. اتفضلوا. اتفضل يا حضرة الضابط. ايه يا بنت؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تقلقيش ما فيش حاجه يا ستي. ايه ده؟ يا لهوي. ايه يا زهر؟ يا وزاره الصحه. اتفضل يا حضرة الضابط اتفضل. ايه ده كله يا زهر؟ ده بتاع عمي. زي ما انت شايف كده ست كبيره في السن، لها 10 سنين بتتعالج وعندها كل الامراض. امك عندها الامراض بتاعت الادويه دي كلها. انت مالك انت؟ هو ايه حضرتك الظابط؟ هو انت دلوقتي بتقفشوا في الناس اللي بتعالج امها ولا ايه؟ اتفضل. ماشي يا زهر، هنشوف موضوعك انت وامك، بس الاول هنحرز الادويه دي وناخدها معانا، وانت كمان هتيجي معانا. يا صبتي لا، نزلوا الصيدليه وهاتوا صاحبتها معانا. ايه كل ده؟ اتفضل يا حضرتك الظابط. يا خليل يا خليل، حاجه يا خليل. يا خليل يا ابا، يا خليل يا خليل. ايوه يا اما مشوا. سبت البوليس ياخد اختك بس زي ما انت راجل انت؟ يا اما انا كنت تحت السرير عشان كنت بدور على الشبشب، معقوله اقابل البوليس وانا حافي؟ طب اجري اجري بسرعه ودور على فوزي وخده معاك وروح وطلع اختك من القسم. حاضر حاضر يا اما حاضر. اوام يا وام. حاضر الحمد لله الحمد لله. ده لسه بيلموا الدواء. بعدين فوزي المحامي ده ايه اللي هيطلع اختي؟ فوزي ده لو راح القسم هيتقبض عليه في القسم، ده محامي كحيان. يا واد انت يا منيل على عينك، اجري بسرعه اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. حاضر. خرج اختك من القسم. حاضر يا ابو. حاضر هحاول هحاول. امشي. حاضر حاضر حاضر. استنى يا فنيه، العلبه دي وقعت منكم، هلم منكم بقيه العلب ان شاء الله. ايوه مين اللي بيخبط؟ مين؟ ايه خليل يا اخويا، اختك مسكوها ليه؟ المهم فين فوزي ابنك؟ فوزي يا اما في المحكمه يا اما في مكتبه. ما تعرفيش في اي محكمه؟ فوزي العدا والشماشيرجي المحامي، جنح جنايات حكايات قضايا حاجه صعبه. يا اخوانا كميه المحامين ده، والنهارده عيد ميلاد المحامين ولا ايه؟ حد عليه شيكات؟ شيكات فوزي قضايا جنح جنايات حاجه صعبه. فوزي استاذ فوزي، ايه يا سيدي الكشك اللي انت واقع فيه ده دلوقتي؟ ايه خير اخت زهرة؟ مالها زهرة؟ البوليس قبض عليها الحمد لله فرجت. قصدي يا ساتر يا رب ايه اللي حصل؟ الدكتور زرومبيح ده ولا الدكتور صبيح بتاع الادويه بتاع الصيدليه مال بلغ عليها البوليس وقبض عليها. طب خلاص ما تحكيش حاجه، انا تعالى لي المكتب بتاع عندي في المكتب احكي لي القضيه كلها بالتفصيل. يلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ خليل. مش وقت ضيافه يا استاذ فوزي، يلا بينا نلحق زهرة. يا استاذ خليل انا ما بستقبلش قضايا في الشارع. مش في اوفيس بيدفع ايجاره؟ ايوه هبقى اجي لك يوم تاني، بس عايزين نلحق زهرة. بقول لك حد اتحبس. اتفضل بس حضرتك ارتاح شويه لحد ما نخلي السكرتير يعملوا لك حاجه تشربها. يا منوسة كوبايه شاي بسرعه يا استاذ خليل. اقفل على الشاي يا منوسة. يلا يا عم اشرب ايه؟ اشرب ايه؟ يا عم اقعد اشرب حاجه واحكي لي القضيه. احكي لك ايه بس على العرس اللي تحت المكتب؟ يلا بينا. طب استنى طيب الشنطه بتاعتي. يلا تعالى الشنطه معايا. جاي اهو. أنا شايف يا حضرة الضابط إن هذا المحضر مجرد وشاية، وشاية كيدية فقط لا غير. أيوة يا باشا عهد الله، هذا المحضر مجرد وشاية، وشاية فعلا يا باشا. أنت بتتكلم ليه يا دنت؟ مش هو المحامي؟ يبقى أنت تخلص. وشاية كيدية إزاي يعني يا متر؟ أنت ما قريتش المحضر كويس ولا إيه؟ إحنا ظبطنا الأدوية اللي بتتاجر فيها عندها في البيت، وحرزناها هي والأجزخانة. وأين موكلتي الآن يا حضرة الضابط؟ موجودة عندنا في الحفظ والصون لغاية لما تتعرض على النيابة بكرة الصبح. أنا لا أرى سبب قوي للقبض على موكلتي يا حضرة الضابط، وأطالب بالإفراج عنها مؤقتا، وبصفة المحامي الرسمي لهذه المتهمة أود أن أتعهد إلى سيادتكم في محضر رسمي وإقرار مني لإحضارها غدا قبل العرض على النيابة. غدا ألقاك.
يعني ايه الكلام ده يا حضرة الظابط؟ يعني اسف ما ينفعش. اسف ما ينفعش ازاي يا حضرة الظابط؟ انا فوزي العدو الشماشيرجي المحامي وبيطالب بشكل رسمي على مسؤولية الشخصية استلام المتهمة واقدارها غدا. وانا الظابط اللي قبضت عليها وبقول لك بشكل رسمي ما ينفعش، هتفضل موجودة عندنا في الحبس لغاية لما تتعرض على النيابة. تسمح لي يا حضرة الظابط، ده تعنت رسمي. فعلا يا باشا، ده تعنت رسمي. انت بتتكلم ليه تاني؟ هي ناقصك؟ ما هو طالب لي سنة اهو. تعنت؟ خلاص تعنت تعنت، احسبها زي ما تحسبها. تسمح لي بقى يا حضرة الظابط، أنا هخرج من هنا على مكتب وزير الداخلية شخصياً وأقدم له مذكرة. هو ده اللي اسمه التهديد؟ لا مؤاخذة، أصل ما حدش عرفني عليه قبل كده. والله يا فندم نعرفك عليه. بعد إذنك يا باشا نزلناكم بره بعد ما تخلصوا التحية يعني. خد يا ده، أنت رايح فين؟ أنت هتخرج بمزاجك؟ اترزع مطرح ما أنت واقف. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. يا فندم ده مواطن حر وغير متهم، وأنا بطالب بحق القانوني وحق موكلتي. مالكش أي حقوق عندنا، وموكلتك دي متهمة عندنا ومثبت عليها أدلة الاتهام، وأنا بقى مصر إني ما أفرجش عنها إلا لما النيابة تحقق معاها وهي اللي تقرر تفرج ما تفرجش، هي حرة. أمال إيه يا فندم الشعار اللي بيقول الشرطة في خدمة الشعب ده نعمل فيه إيه؟ لا ما هم غيروه دلوقتي، بقى الشعب والشرطة في خدمة الوطن، أنت ما عندكش فكرة؟ وبعدين هو معنى ان الشرطه في خدمه الشعب ان احنا نسيب المجرمين والمتهمين ونفرج عنهم من غير ما النيابه تحقق معاهم والقضاء يحاكمهم؟ وبعدين امشي بقى، امشي، انا ورايا شغل. ايه يا فندم ده؟ حضرتك بتطردني؟ طرد محامي اثناء ارتدائه الروب وهو يدافع عن متهمه بريئه لن تثبت ادانتها حتى الان؟ يا فندم انا اخرج من هنا على منظمه حقوق الانسان. اهو والنبي يا ريت، وما تنساش وانت ماشي تبقى تعدي على مجلس الامن والامم المتحده يمكن يطلعوا لك قرار. فوز العدو الشماشيرجي المحامي يا حضره الضابط قادر على حل اي قضايا سواء محليه او دوليه، بس هم يعملوا لي توكيل. امشي. عنوان مجلس الامن عشان السواق اللي معانا. مع صاحبك يا حبيبي، امشي بالعيطه دي من قدامي. نوال، ماما شفت اللي حصل يا نوال؟ معلش معلش يا حبيبتي، براءة بإذن الله. براءة ايه ده؟ فوزي نفسه معرفش يخرجني. شدة وحتزوني إن شاء الله. أنا بس خايفة على أمي. تفتكري فوزي هيعرف يعملي حاجة؟ أنت عارفة فوزي بيعزك قد إيه، وأنا هروح النهاردة أشوفه عمل إيه. كتر خيرك يا نوال. كتر خيري على إيه؟ وأنا بس عملت حاجة؟ سايبة شغلك وبتجري ورايا يا حبيبتي، ربنا يكرمك. حبيبتي خدي بالك على نفسك، خدي دي لقمة على مقص. ربنا يكرمك، كنت جعانة. خلي بالك على نفسك. يلا يا جماعة. خلي بالك من أمي. ها ما تخافيش، بس مليش والنبي يا نوال، تعالي لي والنبي. خلي بالك على نفسك. قولي لفوزي. ها يا جماعة، أنا عايزكم تطمنوا على الآخر، طالما الأستاذ فوزي العدوي المحامي حط دماغه في قضية يبقى لازم تطلع في شنك بإذن الله. يا أستاذ فوزي حضرتك قلنا عملت إيه؟ أيوة يا أخويا، إله يريح قلبك. أنا عايزك تستريحي وتطمني على الآخر يا خالة أم زهرة. اسمها أم خليل مش أم زهرة. يا أختي مش وقته دلوقتي. ودلوقتي يا أستاذ فوزي العدوي المحامي، دلوقتي اختي زهرة حبيبتي دي هتنول حريتها امتى؟ انا عايزك انت بس تركز في الحجرين اللي بتطقطقهم يا استاذ خليل وتسيبنا. الحكاية مش سهلة كده ولا سبهللة، دي قضية وفي اجراءات قانونية لازم تتخذ، وفي روب هيتلبس في المرافعة. انتوا فاهمين المحاماة دي حاجة سهلة؟ عارفة يا خالة ام زهرة انا قعدت في كلية الحقوق دي كام سنة؟ 10 سنين. يعني زهرة دلوقتي هتفضل محبوسة؟ يا جماعة انتوا مش واثقين في فوز العدو ولا ايه؟ ما قلتلكم اطمنوا. بكرة ان شاء الله زهرة هتكون قاعدة معاكم هنا وبتشرب معاكم قهوة وشاي وبتأزأز لبي. يا رب. بص يا استاذة، انا عملت كام روجيتا كده عمولة وكتبت فيها عدد كبير من كمية الادوية المثبتة في المحضر الرسمي، وعايز مساعدة حضرتك. وانا تحت امرك، قولي بس انت عايزني اعمل ايه؟ مش حضرتك بتشتغلي في مستشفى؟ ايوه. واكيد فيها دكاترة. طبعا. انا عايزك تختاري اطيب واجدع دكتور في المستشفى وتعملي له منه روجيتا ببقية الادوية المثبتة في المحضر اللي هي مش موجودة عندنا، واهم حاجة تبقى باسم خالة ام زهرة. يا جنيلة يا عم، ما قلتلك اسمها ام خليل، انت مش راضي تفهم ليه؟ لا 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 اهدي بقى، مش وقتك خالص. في ايه يا باش مهندسة؟ ما تشوف خطيبتك دي يا استاذ خليل نفسين. بقولك يا بيت دلوقتي ابوكي سلامه قال المراب الرحيم، يعني ما عرفش دكاترة؟ دكاترة؟
اوعى تجيب السيره دي يا خليل قدام ابويا، ده ابويا بيتشائم منهم، بيقول ان هم لما بيعالجوا الناس بيوقفوا حاله. يا ساتر يا رب عليك انت وابوكي، ده كل امنياته جثث، ده بيتمنى ويدعي ان عزرائيل ينزل يقش في الناس كده قش. جاتهم داهيه في سيرتهم. سامع امك يا خليل؟ بتتكلم على عزرائيل يعني وقرايبه، عزرائيل وقرايبه. ربنا يخليك يا فوزي، انا مش عارفه ودي جمالك دي كلها فين. يا ستي ربنا يخليك انت، ده انا المفروض اشكرك. على ايه؟ ده انا اول مره في حياتي اخرج زبون من الحبس. معقوله؟ اه بس انت ما تعرفيش حاجه، بعيد عنك حديد وبعيد، ده انا زبايني كلهم خلف الاسوار المغلقه. يلا يلا خلينا نفرح بيكي.